بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنات الطالبات، السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. في هذه المحاضرة سنتناول مبادئ خدمة الجماعة. طبعا كل طريقة من طرق الخدمة الاجتماعية لها مبادئ، خدمة الفرد لها مبادئ، خدمة الجماعة لها مبادئ، تنظيم المجتمع له مبادئ. ولذلك أول شيء سنتعرف على المبدأ ومفهوم المبدأ وكيف يأتي المبدأ، كيف نكون المبدأ، لأن المبادئ قابلة للتغيير، قابلة للفهم، قابلة للمهارة في التطبيق أيضا. فالمبادئ أو المبدأ عبارة عن مفاهيم وثبتت صلاحية هذه المفاهيم وأصبحت مبدأ. فلذلك المبدأ يعتبر حقيقة أساسية، حقيقة أساسية. فلذلك عندما تكون المبدأ حقيقة أساسية إذن له صفة التعميم، وهنا بكون على شكل القانون، قانون شامل يصدر عنه قوانين أخرى ذات قاعدة ثابتة للعمل. عندما أمارس خدمة الجماعة لابد أن أطبق هذه المبادئ لأنها عبارة عن حقائق ثابتة. المبدأ هو حقيقة أساسية لها صفة العمومية. إذن المبدأ حقيقة، وهذه الحقيقة عبارة عن إيه؟ لها صفة عامة، صفة عامة، فلذلك بنطلق عليها اسم المبدأ. وبيصل إليها الإنسان عن طريق ماذا؟ الخبرة والبحث العلمي. بنصل إلى الحقائق هذه عن طريق الخبرة وعن طريق البحث العلمي. هذا هو بالنسبة للمبدأ وتعريف المبدأ. إذن حقيقة ولها صفة العمومية، ومن هنا نعمم هذه الحقيقة بالنسبة لخدمة الجماعة، فلذلك نطلق عليها مبادئ، مبادئ خدمة الجماعة. طبعا كيف بتتكون هذه المبادئ؟ كيف تتشكل وتتكون هذه المبادئ؟ هل يعني احنا قلنا حقيقة، طب الحقائق هذه كيف؟ طبعا تيجي نتيجة ماذا قلنا؟ الخبرة والبحث العلمي، هذه الحقائق. فلذلك من هنا ما نصل إليه من مفاهيم في خدمة الجماعة وحقائق تعمم. طب كيف نصل للحقيقة؟ كيف نصل للحقيقة حتى نشكل منها مبدأ؟ الرسم المبين يبين لنا ويوضح لنا كيفية تكوين المبدأ، كيف يتكون المبدأ. أول شيء في عندنا اللي هي علوم مختلفة اللي بنجمع منها الحقائق، نعتمد على العلوم الاجتماعية، منها علم الاجتماع، علم التاريخ، علم النفس، علم الجغرافيا، وهكذا علوم اجتماعية، التربية بشكل عام، هذه علوم كلها اجتماعية. ممكن من هذه العلوم نشكل حقائق. أيضا في علوم أخرى من هذه العلوم، علوم الأحياء، علوم الأحياء أيضا، خاصة عن الإنسان التي تدرس الإنسان وجوانب الإنسان المختلفة. كذلك العلوم الأدبية والفلسفة والدين، هذه كلها بنسميها بنستمد منها الحقائق العلمية، اللي هي العلوم الاجتماعية وعلوم الأحياء وأيضا العلوم الأدبية الفلسفية والفلسفة والدين. كذلك هذه كلها بتشكل لنا ماذا؟ العلوم الاجتماعية حقائق، حقائق أساسية حول ماذا؟ حول الفرد، اللي هي الحقائق أساسية تتعلق بالفرد والجماعة والمجتمع من هذه العلوم. وهذه العلوم احيانا احنا بندرسها لكم في الخدمه الاجتماعيه كعلوم مساعده، بتدرس علوم اللي هو الشريعه، بتدرس علوم اللي هي متعلقه بالدين، بتدرس اصول الدين اللي هي علم الحديث، بتدرس الحضاره الاسلاميه، بتدرس ايضا التاريخ اللي هو تاريخ فلسطين مثلا، هذه من العلوم المساعده الا هذه كلها في اطار العلوم الاجتماعيه زائد الدينيه ما تكلمنا عنه. الفقه أيضا من العلوم الدينية نستفيد منها. كذلك بتدرسوا علوم أخرى
اللي هي العلوم عندكم متطلب جامعة أيضا تدرسوه وهو في التمريض هذا اللي هو الإسعافات الأولية، ولذلك من هنا هذا يعتبر من ضمن العلوم اللي هي الصحية والأحياء وغير ذلك، يجمع كل ما يتعلق بالإسعافات وغير ذلك، وهذه من يعني في إطار الصحة الاجتماعية فبنستفيد منها أيضا، وهكذا كل العلوم الأخرى بنستفيد منها، علم الاقتصاد، علم الاجتماع، كل هذه علوم اجتماعية بنستفيد منها. هذه بتشكل لنا ماذا؟ اللي هي الحقائق حول الفرد وحول الجماعة وحول المجتمع. إذا قلنا المبدأ بتشكل من ماذا؟ من حقائق بنزيد عليه الخبرات. إذا منيجي الخبرات من أين نكتسبها؟ الخبرات نكتسبها من ممارسة الخدمة الاجتماعية، كلما مارسنا الخدمة الاجتماعية في المؤسسات الاجتماعية أثناء عملنا بنكتسب إيه؟ خبرة. إذن من الخبرة في المؤسسات الاجتماعية زائد خبرة من ممارسة الترويح، وإحنا درسنا قبل ذلك في محاضرة سابقة الترويح وما علاقته بخدمة الجماعة، أيضا ممارسة الترويح كنشاط ترويحي هذا أيضا ممكن نكتسب خبرة في ذلك من ممارسة الترويح، خبرة من إيه؟ من التعليم، من ممارسة التعليم كذلك خبرات عندما نمارس التعليم، هذه كلها يعني مجالات. هذه بتشكل لنا ماذا؟ مبادئ أساسية، مبادئ أساسية للعمل مع الناس وأيضا لمساعدتهم على النمو والتقدم والتعليم، كلها النمو والتغير والتقدم، هذه كلها إيه؟ من ماذا؟ من هذه الخبرات في المؤسسات الاجتماعية التي نعمل فيها في المجالات المختلفة. زد على ذلك مجالات أخرى، مجالات رعاية الشباب في من خلال مؤسسات رعاية الشباب، مجالات رعاية الأحداث، الجانحين في مؤسسات رعاية الأحداث، مجالات رعاية الأسرة في مؤسسات الاجتماعية لرعاية الأسرة، مؤسسات رعاية المعاقين في مؤسسات رعاية المعاقين، كيفية التعامل مع المعاقين، مش هذه كلها مجالات بنكتسب منها خبرة؟ هذه أيضا وغيرها من المجالات الأخرى، هذه كلها نكتسب إيه؟ خبرات من هذه المجالات. بتشكل لنا ماذا؟ بتشكل لنا مبادئ أساسية للعمل مع الناس لمساعدتهم على النمو والتقدم والتغير داخل المجتمع. إذن هناك حقائق من العلوم الاجتماعية والعلوم الأخرى، وفي عندنا خبرات من مجالات ممارسة الأنشطة أو المهنة في المؤسسات الاجتماعية المختلفة حسب مجالات الخدمة الاجتماعية، بنكتسب إيه؟ خبرات، وهذه بتدينا مبادئ أساسية للعمل مع الناس. طيب هذا أيضا إذا هنا بشكل لنا ماذا؟ بشكل ماذا؟ أنه الأخصائي بيستخدم المبادئ، هذا بشكل لنا مبادئ العلوم قلنا المختلفة اللي تشكل الحقائق والخبرات اللي بتشكل لنا المبادئ، هذه كلها بتشكل لنا مبادئ خدمة الجماعة، المبادئ. وهنا المبادئ بيستخدمها مين؟ الأخصائي الاجتماعي في خدمة الجماعة، على أساس من إيش بيطبق هذه المبادئ؟ على أساس من المعرفة والفهم، وأيضا ليس المعرفة والفهم بل المهارة في التطبيق، معرفة بهذه المبادئ وفهم لهذه المبادئ ومهارة في تطبيق هذه المبادئ، فمن هنا نستطيع أن نطبق اللي هي هذه المبادئ من خلال تعاملنا مع الجماعة في خدمة الجماعة، مع الفرد ومع الجماعة، لأن الجماعة مكونة من إيه؟ من أفراد، فالفرد هو أساس تعاملنا داخل الجماعة، فلذلك من هنا بنطلق على هذه المبادئ هي مبادئ خدمة الجماعة للتعامل مع الفرد والجماعة، لأن هناك تفاعل ما بين الفرد والجماعة وما بين الجماعة والفرد، وهذا هو التفاعل، بيقبع علاقة متبادلة ما بين الفرد وما بين الجماعة، الجماعة تؤثر على الفرد والفرد يؤثر على الجماعة، هذه كله من خلال ماذا؟ من خلال تطبيقنا لمبادئ خدمة الجماعة. لماذا نستخدم هذه المبادئ؟ لمساعدة الفرد والجماعة على النمو والتقدم وتحقيق الأهداف الاجتماعية المرسومة التي نريد تحقيقها للفرد وللجماعة. عندما نطبق
أو نمارس اللي هي خدمة الجماعة مع الجماعة من خلال البرامج وما تحتويه البرامج لأنشطة مختلفة. عرفنا كيفية تكوين المبادئ بهذه الطريقة؟ واضحة؟ هل هناك من استفسار حول كيفية تكوين المبدأ؟ طيب، خلاص، هذا كله يعني حول اللي هي كيفية تكوين المبادئ. إذن ننطلق من هنا. يعني دائما يعني احنا على الأخصائي ألا يعني يفهم المبادئ فقط، لكن لابد أن يفهم الفلسفة وراء أي مبدأ من مبادئ خدمة الجماعة. إيش هي الفلسفة؟ كيف تشكل هذا المبدأ؟ وما هي الفلسفة من وراء هذا المبدأ؟ فلذلك من هنا هذه أيضا نقطة مهمة جدا، أن نعرف المبدأ وفلسفة هذا المبدأ التي أتت لنا بهذا المبدأ من أجل أن نطبقه على يعني في خدمة الجماعة. في عندنا الآن سنعرض بعض مبادئ خدمة الجماعة، في عندنا عدد من المبادئ، كل محاضرة إن شاء الله سنأخذ عدد من هذه المبادئ. نبدأ الآن. طبعا المبادئ كلها متكاملة مع بعضها البعض وليست منفصلة عن بعضها البعض، وعلى الأخصائي أن يعرف هذه المبادئ ويفهمها وتكون لديه المهارة في تطبيق هذه المبادئ. فليست يعني بل هناك ترابط وتكامل بين هذه المبادئ ككل. فنأتي الآن إلى المبدأ الأول، مراعاة قيم مهنة الخدمة الاجتماعية. هذا مبدأ من مبادئ خدمة الجماعة، مراعاة القيم، لأنه لمهنة الخدمة الاجتماعية في قيم أساسية لابد من احترام هذه القيم. فلماذا؟ لأن خدمة الجماعة طريقة من طرق الخدمة الاجتماعية وهي تمثل مهنة الخدمة الاجتماعية، فلذلك لابد أن تكون قيم الطريقة نابعة من أين؟ من طرق من مهنة الخدمة الاجتماعية، من الخدمة الاجتماعية. طيب، فلذلك من هنا لابد أن نعرف ما هي هذه القيم حتى نضعها أمام أعيننا كمبدأ أساسي، وهو قيم مهنة الخدمة الاجتماعية التي يجب أن نؤمن بها ونطبقها عند تعاملنا في طريقة خدمة الجماعة. من هذه القيم الإيمان بقيمة الفرد وكرامة الفرد داخل الجماعة، لأن الجماعة تتكون من أفراد، فإحنا بنؤمن بقيمة هؤلاء الأفراد داخل الجماعة وكرامة هؤلاء الأفراد. هذه هي تعتبر القيمة الأولى، المحافظة على قيمة الفرد وكرامة الفرد، لأن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم. فلذلك نحن قيمنا تنطلق في الخدمة الاجتماعية وفي طرق الخدمة الاجتماعية من تكريم هذا الإنسان واحترام هذا الإنسان وقيمة هذا الإنسان بأن يكون له قيمة عندنا في تعاملنا معه. فلذلك هذا يعتبر أسمى الكائنات الحية، الإنسان. فمن هنا تعتبر هذه قيمة أساسية من القيم التي يجب أن نؤمن بها كأخصائيين اجتماعيين عند تعاملنا مع الأفراد ومع الجماعات المختلفة في من خلال مهنة الخدمة الاجتماعية. إذن الإيمان بقيمة الأفراد وكرامتهم. أيضا لابد أن نؤمن بأن هؤلاء الأفراد من حقهم أن يسهموا في اتخاذ القرار، يساهموا في اتخاذ القرار، لا يفرض عليهم القرار، لابد أن نشاركهم ونشركهم في اتخاذ القرارات عند تعاملنا مع الجماعة، وألا نفرض عليهم قرار لا يستطيعون تنفيذه. والقرار يكون قد يكون عن طريق نشاط، عن طريق مناقشة، عن طريق حوار، عن طريق نشاط رحلة، نشاط يعني ممارسة أنشطة مختلفة. إذن هنا لابد أن نشرك الجماعة وأعضاء الجماعة في اتخاذ القرار حول ممارسة الأنشطة المختلفة، إذا كنا نمارس أنشطة نساعد الجماعة على ممارسة أنشطة مختلفة في اتخاذ القرار ونشركهم في ذلك، وهذا يعتبر حق من حقوق الجماعة. وألا يكون القرار نابع من الأخصائي،
بل لابد أن يكون الاجتماعي، بل يجب أن يكون القرار يعني نابع من وين؟ من الجماعة، والأخصائي يساعد الجماعة على اتخاذ القرار الملائم. هذه القيمة الأخرى، واضح؟ طيب، في قيمة أيضا ثالثة، ما هي؟ آه يا بنتي، الإيمان بحرية الأفراد في التعبير عن آرائهم ورسائلهم. كويس، ألا نكتم حرية الأفراد ونلجم أصواتهم. لابد الفرد أن يكون له الحرية في التعبير، وهذه الحرية مكفولة في الأديان السماوية للإنسان، لأن الإنسان ليس عبدا بل هو حرا، فلذلك لابد أن يكون نعطيه يعني من القيم اللي نؤمن بها أن الإنسان هذا لابد أن يكون حرا في تعبيره، في أيضا تصرفاته، بس في حدود إطار المجتمع وقيم المجتمع، أن يكون حرا في التعبير والكلام والحديث، لكن في إطار ماذا؟ قيم المجتمع وعقيدة المجتمع وطبعا وثقافة المجتمع. هذه كلها لابد أن تكون بهذا الشكل. إذن من هنا لابد أن نؤمن بالحرية للفرد، بأنه لابد أن يعبر عن ذاته، يعبر عن رأيه، مشاعره، وهكذا. أيضا كذلك الأفراد داخل الجماعة لهم حقوق. أيضا من الأشياء اللي لابد أن نؤمن بها بحق الفرد، الحقوق عليه، له حقوق وعليه واجبات، وهذه بطبق إصدار مبدأ المسؤولية الاجتماعية. الحقوق والواجبات للفرد، عليه واجبات اتجاه مجتمعه واتجاه الجماعة التي ينتمي إليها، وله حقوق أيضا. ولذلك من هنا يعني من القيم الأساسية اللي هي احترام حقوق الفرد داخل الجماعة. هذا بالنسبة كل ما يتعلق بالمبدأ الأول، وهو مراعاة قيم مهنة الخدمة الاجتماعية التي نؤمن بها. واضح؟ هي مهنتنا، ولذلك هي نابعة من إيه؟ من قيمنا ومن عاداتنا وتقاليدنا ومن ديننا. يعني العادات والتقاليد والقيم اللي نؤمن بها لا تتعارض مع ديننا الإسلامي، وأيضا لا تتعارض مع الأديان الأخرى، فهي أديان سماوية، لابد أن نحترم هذه القيم الخاصة بالإنسان. فلذلك هذه القيم كلها نابعة من الأديان السماوية بشكل عام، ومن ديننا الإسلامي بشكل خاص. فلذلك هذا يعتبر مبدأ، علينا أن نحترم هذا المبدأ، وعند تعاملنا مع الجماعة وأعضاء الجماعة لابد أن نحترم قيمة الإنسان وحرية الإنسان وحقوق الإنسان. كل هذه الأمور لابد أن نشعر الإنسان بقيمته وكرامته. خلاص، في أي سؤال في المبدأ الأول؟ طيب، عندنا مبدأ آخر من مبادئ خدمة الجماعة، ولذلك مبدأ مقابلة الحاجات الإنسانية. ما هي الحاجات الإنسانية؟ ما هي؟ نعم، حاجات أساسية للإنسان. نعم يا بنتي، الحاجة إلى الأمن. الحاجة إلى الأمن، ماذا أيضا؟ الحاجة إلى ماذا؟ إلى المأكل، إلى الملبس، زي ما ذكرت زميلتكم. الحاجة للراحة، كويس. ماذا أيضا؟ المسكن. المسكن، الحاجة للترويح. التفليل. ليه؟ الحرية، الحاجة للحرية. أيوة، ماذا أيضا؟ حاجات كثيرة يحتاجها الإنسان. الانتماء. نعم، حاجات كثيرة يحتاجها الإنسان، فلذلك ما يعني خدمة الجماعة تؤمن بمبدأ مقابلة الحاجات الإنسانية. لابد عندما نمارس خدمة الجماعة أن تقوم هذه الطريقة بإشباع الحاجات لأعضاء الجماعة، حاجاتهم التي يرغبون في إشباعها. فلذلك من هنا يعني برامج وخدمات مؤسسات الخدمة الاجتماعية بشكل عام يعني كلها بتعمل على ماذا؟ على مقابلة الحاجات وعلى مواجهة هذه الحاجات وإشباع الحاجات الخاصة بالإنسان، إشباع حاجات الإنسان المتعددة اللي أنتوا ذكرتوا بعض منها. فلذلك يجب على أخصائي الجماعة الالتزام بالعمل على مقابلة هذه الحاجات المختلفة، يحس ويشعر ويدرس ويعلم ما هي حاجات الجماعة وأفراد الجماعة، ويقوم على تلبية هذه الحاجات،
وإشباع هذه الحاجات من خلال الأنشطة المختلفة التي تشبه حاجات الجماعة. طبعا هذا التعرف على الحاجات المختلفة هل يأتي من فراغ؟ لا، دراسة مستمرة. كيف نتعرف على الحاجات؟ ها؟ من خلال عمل دراسة مستمرة لهذا الفرد وأيضا للجماعة والتعرف على الظروف المحيطة. كويس. ثم أيضا عمل تشخيص لهذه الحقائق التي تم جمعها. نعم. وأيضا اقتراح طرق للعلاج. بالضبط. كويس. إذا هذه الطريقة العلمية، بالطرق العلمية، البحث والدراسة ومعرفة هذه الحاجات الخاصة بأفراد الجماعة والجماعة ككل نعرفها عن طريق ماذا؟ الدراسة المستمرة، الدراسة للجماعة وأعضاء الجماعة، واضح؟ ونساعدها أيضا. فلذلك من هنا لابد أن نعرف هذه الحاجات ونعرف كيف نساعد الجماعة على إشباع هذه الحاجات، سواء عن طريق برامج وممارسة أنشطة وعن طريق الموارد المادية أو البشرية الموجودة في المجتمع، عن طريق مبدأ استغلال الموارد داخل المجتمع في إشباع هذه الحاجات للجماعة وأعضاء الجماعة. واضح؟ طيب خلاص، هذا هو مبدأ اللي هو مقابلة الحاجات الإنسانية، نتعرف على حاجات الجماعة ونقوم بمساعدة الجماعة على إشباع حاجاتها عن طريق ممارسة الأنشطة المختلفة اللي بتضعها الجماعة من خلال البرامج المختلفة وما تحتويه، برامج اجتماعية، برامج رياضية، برامج نفسية، برامج عقلية ثقافية، إلى غير ذلك من البرامج التي ترغب فيها الجماعة في ممارستها من خلال مؤسسات خدمة الجماعة. واضح؟ في أي سؤال في هذا المبدأ؟ طيب ننتقل إلى مبدأ ثالث. نعم، الوقت طويل، ما زال الوقت، هناك وقت يا بنتي. نعم. طيب ننتقل، ما دام ما فيش أي سؤال من هذا في هذا المبدأ، ننتقل إلى مبدأ آخر من مبادئ خدمة الجماعة، وهو مبدأ الثقافة، مراعاة ثقافة المجتمع. لابد أعضاء الجماعة والجماعة تراعي ثقافة المجتمع الذي توجد فيه هذه الجماعة. واضح؟ فلذلك كل علينا أن نحترم الثقافة التي نوجد فيها في مجتمعاتنا، أي مجتمع نكون فيه لابد أن نحترم ثقافة هذا المجتمع. الأخصائي الاجتماعي عندما يعمل في أي مجتمع كان، سواء في مجتمعنا الفلسطيني أو تشاء به الظروف أن يعمل خارج مجتمعنا الفلسطيني، عندما يعمل في مهنة الخدمة الاجتماعية وفي طريقة خدمة الجماعة مع الأفراد والجماعات في تلك المجتمعات، لابد أن نراعي ثقافة تلك المجتمعات أيا كانت هذه المجتمعات، لابد أن نراعي ثقافتهم عند عملنا مع هذه الجماعات. فلذلك الثقافة هي أسلوب معيشة أفراد المجتمع، كيف يعيش أفراد المجتمع، عادات وتقاليد وأعراف وغير ذلك، وهذه كلها ثقافة. ثقافة لابد أن نحترم هذه الثقافة، ثقافة في القول لابد أن نحترم الكلام النابع من هذه الجماعة وأسلوبهم في الكلام نحترمه، ثقافة في العمل والتعامل، ثقافة في الأكل، ثقافة في الملبس، نعم ثقافة في الملبس أيضا، احترام الزي اللي تؤمن به الجماعة في مجتمعها. ونعم طبعا احترام لغة الآخرين هذا شيء مطلوب ومهم جدا، لغة الآخرين ولهجاتهم أيضا، ليست اللغة فقط، لأنه لكل لغة لهجة أو لهجات، عدة لهجات، لابد أن نحترمها ونقدرها، وإذا عرفنا نفهم هذه اللهجات نتحدث بها مع الجماعة وأفراد الجماعة، في هذه الحالة يعني نستطيع أن نحقق أهداف خدمة الجماعة. فلذلك لابد أخصائي الجماعة أن يدرس ويفهم ثقافة المجتمع الذي يعمل فيه. واضح؟ وأيضا لابد الثقافة طبعا قلنا يعني بتعني أسلوب معيشة أفراد المجتمع وكيف يعيشون هؤلاء الأفراد، وهنا أيضا بنقول عنها أنه عبارة عن كل شيء يوجده الإنسان، كل حاجة اللي تكلمنا عنها إحنا،
اللغة والأكل والشرب والملبس والقيم والعادات والتقاليد والأعراف وغير ذلك. هذه كل شيء بيوجد الإنسان، واضح؟ لأنه أي حاجة بيوجدها الإنسان تعتبر ثقافة، والثقافة جانبان لها، جانب مادي وجانب معنوي، احترام الجوانب المادية والجوانب المعنوية في المجتمع الخاصة بثقافة المجتمع. فهذه أيضا كل ما تعلق باللي هي بتتضمن الجانب المادي، وقلنا الجانب المادي ذكرناه زي الأكل زي الشرب، كلها جوانب إيه مادية، زي الأدوات اللي بيستخدمها أيضا، المسكن اللي بعيش فيه الإنسان، هذا يعتبر كله جوانب إيه مادية. في جانب معنوي اللي هي بتشمل المعتقدات والقيم والعادات والتقاليد والأعراف، هذه نعم، والإيه والآراء أيضا، جوانب معنوية. نعم يا بنتي، الاختراعات والاكتشافات برضو تعتبر ثقافة، اختراعات وتعتبر ثقافة، ثقافة الشعوب مع مخترعاتها، الجوانب المادية فيها نعم، مخترعات زي أدوات الاتصال، مخترعات مادية، مخترعات مادية نعم نعم، المخترعات تعتبر جوانب مادية، كل المخترعات وما وصل إليه الإنسان من تكنولوجيا، تكنولوجيا وسائل النقل، تكنولوجيا وسائل الاتصال المختلفة، تكنولوجيا وسائل الزراعة، تكنولوجيا وسائل الصناعة، مش هذه كلها جوانب مادية؟ عندما يستخدم الإنسان أدوات الزراعة في الري الحديث والزراعة الحديثة، مش هذه تعتبر ثقافة؟ ثقافة تكنولوجية في كيفية استخدام أقل الأراضي مساحة بتكنولوجيا معينة، وبنزرع هذه الأراضي بري معين وأسمدة معينة وحبوب معينة، وتنتج لنا في بدل ما تنتج لنا كنا زمان في الزمن الماضي بالطريقة القديمة على مياه المطر مرة واحدة تنتج الأرض، اليوم كم مرة تنتج؟ 3 مرات على الأقل، كل 4 شهور مرة على الأقل تنتج لنا الإنتاج الزراعي اليوم. فأصبحت مساحات صغيرة نزرع بها، يعني نزرع فيها، وهذه تنتج لنا كميات وفيرة، دنم يكفي عن 10 دنمات أو أكثر أحيانا في إنتاجه. لماذا؟ لأنه استخدمنا التكنولوجيا الحديثة اللي بنسميها التكنولوجيا الزراعية، وهذا اللي بنطلق عليها الثقافة المادية في كيفية استخدامها للتطور في كل حاجة. وقيس على ذلك التطور الصناعي، التطور الصناعي في مختلف المنتجات، منتجات الأغذية، منتجات الملابس، منتجات وسائل الاتصال أو وسائل الصناعة، صناعة وسائل المواصلات، مش هذه الصناعات مختلفة برضو في إطار الإيه اللي هي الإطار الجانب المادي للثقافة. هذه جوانب مادية، زد على ذلك الجانب المعنوي ولا يقل أهمية عن الجانب المادي، لأنه أحيانا التطورات المادية سريعة سريعة، وأحيانا لا نلاحقها بالأفكار والقيم والتدريب لهذه التكنولوجيا الحديثة. والدليل على ذلك ما تحملونه من وسائل اتصال، جوالات حديثة كل فترة زمنية 3-4 شهور يطلع لنا برامج وجوالات جديدة وحديثة، عشان تحتاج إلى تدريب وتعلم. وكذلك في الكمبيوتر، أجهزة الحاسوب، كل يوم بيطلع لنا يعني برامج جديدة لابد من ملاحقة، وأجهزة جديدة لابد من ملاحقة هذه التطورات التكنولوجية، وإلا إذا لم نلاحقها بالتدريب والفهم والمعرفة لها بيحدث عندنا إيه؟ الهوة الثقافية، الهوة الثقافية. لماذا؟ لأنه تطور يعني مادي سريع لم يلاحقه تطور معنوي في التدريب والفهم والمعرفة لهذه التطورات المادية، فإذا لم نلاحقه بينتج عندنا الهوة الثقافية. الهوة الثقافية نعتبر يد العليا هي التطور المادي، واليد السفلى هي الايه؟ التطور المعنوي. إذا لم نلاحق هذا التطور المادي بالتدريب والتعلم والمعرفة تحدث عندنا الهوة الثقافية، بين اليد الصغرى والسفلى والعليا هي اللي هي بتكون ايه؟ اللي هي الهوة الثقافية، بنسميها الهوة الثقافية. وهذه الهوة الثقافية هي مشكلة أيضا ثقافية ناتجة في المجتمع لعدم ملاحقة التطورات المادية من قبل أفراد الجماعة أو أفراد المجتمع.
كيف نعالجها؟ نعالجها عن طريق التعلم، التدريب، المعرفة. واضح؟ بهذا الشكل نستطيع أن نلاحق هذه التغيرات المادية من خلال تغيرات معنوية. ففي هذه الحالة بيكون عندنا الثقافة متوازنة، متوازنة ما بين الجانب المادي والجانب الايه؟ المعنوي المعرفي. خلاص؟ طيب، بدنا نراعي ثقافة المجتمع، يعني عن طريق طبعا أساس لمراعاة ثقافة المجتمع اللي هي التفاعل الأفراد. دائما لابد يعني الأفراد أن يكون هناك تفاعل بينهم، تفاعل ما بين أفراد الجماعة محددا لسلوك الجماعة. التفاعل هو الذي يحدد سلوك الجماعة. الناحية الثانية لابد نراعي برضو الثقافة في البرامج والخدمات اللي تقدم للأفراد والجماعات. البرامج لابد تكون نابعة من ثقافة المجتمع، البرامج اللي تقدم للجماعة وأفراد الجماعة نابعة من المجتمع وتلبي حاجات المجتمع. ثقافة، الثقافة في إطار الثقافة. فلذلك من هنا لابد نراعي البرامج والخدمات التي تقدم للأفراد والجماعات في إطار ثقافة المجتمع. أيضا دائما الثقافة بتساعدنا على التغييرات الإيجابية المرغوبة، تغييرات إيجابية. فلذلك الثقافة لا تقتصر عند حد معين، لأن الثقافة نسبية قابلة للتغيير والاستحداث، ويعني دائما مع التطورات الجديدة. فلذلك لابد من ملاحقة هذه التطورات، وإلا بيصبح المجتمع متخلف إذا لم يلاحق التطورات والتغيرات الثقافية الإيجابية. واضح؟ طبعا أي تغير إيجابي لابد من ملاحقته والوصول إليه، لكن التطورات السلبية والتغيرات السلبية هذه اللي بتبقى مشكلة في المجتمع يجب معالجتها ومواجهتها. واضح؟ طيب، إذن من هنا اللي هي خلاص، هذه كل ما يتعلق بالثقافة، هذا هو المطلوب. إذن الثقافة شيء مهم، لابد من معرفة هذه الثقافة بجوانبها المادية والمعنوية، ولابد من ملاحقة التطورات والتغيرات المادية عن طريق التغيرات المعنوية حتى لا تحدث الهوة الثقافية، ولابد من تفاعل أفراد الجماعة معا في، وأيضا لابد من عمل برامج تتلائم للجماعة أو لأفراد الجماعة تتناسب مع ثقافة المجتمع وتكون نابعة من المجتمع الذي توجد فيه الجماعة مع أفراد الجماعة. هذه هي يعني ثلاث مبادئ تم استعراضها اليوم في هذه المحاضرة. المبدأ الأول ما هو يا بنتي؟ مين تقولنا المبدأ الأول؟ مبدأ مراعاة القيم المهنية اللي هي مهنة الخدمة الاجتماعية. الثاني مبدأ مقابلة الحاجات الإنسانية، حاجات الإنسان أفراد الجماعة وكيفية مواجهتها وإشباعها، العمل على إشباعها. مبدأ مراعاة ثقافة المجتمع بجانبيها المادي والمعنوي. بذلك يعني في أي سؤال في هذه المحاضرة اليوم؟ وأيضا في موضوع غير أنواع المبادئ تكلمنا في كيف تتكون المبادئ، كيف تتكون المبادئ، المبدأ وتعريف المبدأ. فلذلك يعني إذا في أي سؤال أو استفسار، إلى هنا ننهي هذه المحاضرة على أمل اللقاء بكنا بمشيئة الله تعالى في المحاضرة القادمة لاستكمال مبادئ خدمة الجماعة. إلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة، لكنا مني كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.